بسم الله الرحمن الرحيم، الأول والآخر الذي ليس قبله شيء ولا بعده شيء، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق أجمعين المبعوث من الله تعالى رحمة للعالمين. أما بعد، نقدم لكم اليوم نموذج امتحان في اللغة العربية لتلاميذ سنة ثانية ابتدائي. لاحظ معي التمرين رقم 1. أربط كل ضمير بالجملة المناسبة. كل ضمير نربطه بالجملة المناسبة. هنا عندنا مجموعة ضمائر: هو، هي، هما، هما، هم، هن. هل نستطيع أن نقول، هل نقول هو تناولت فطورها، هو حضر المباراة، هو اشترى قصة؟ إذا نربط هو اشترى قصة. لاحظ معي، نربطها هنا. هي تناولت فطورها، نربطها هنا. هما حضرا المباراة، هما حضرا المباراة. هما نظفتا المنزل، هما نظفتا المنزل. هم لعبوا بالكرة، هم لعبوا بالكرة. هن حضرن الطعام، هن حضرن الطعام. لاحظ معي التمرين الثاني. أكتب كل كلمة في الخانة المناسبة. هنا عندنا سنارة، أضعها في حرف الصاء أو القاء أو العين أو الفاء. سنارة، إذن في حرف الصاء. سنارة، سنارة. قدم في حرف القاء، قدم. صحن في حرف الصاء، صحن. فاكهة، أضعها في حرف الفاء، فاكهة. طريق، طريق، حرف القاف فيها القاف، أضع طريق لأن فيها حرف القاف من الأخير. معلم، فيها حرف العين، معلم. نظيف، نظيف، هنا فيها حرف الفاء من الأخير. هنا التمرين رقم 3. أكتب كل كلمة في مكانها المناسب: يمين، تحت، أمام، فوق. هنا عندنا مجموعة فراغات، أضع هذه الكلمات في المكان المناسب. وضعت الأم الطعام فوق الطاولة، فوق الطاولة. تختبئ القطة تحت السرير، أضع تحت السرير. يأكل المسلم بيمينه، بيمينه. يقف الحارس أمام المرمى. هنا عندي فقرة، التمرين رقم 4. أكمل الفقرة. أنا اسمي، لاحظ معي، إنه يأكل. أدرس في قسم السنة، تعلمت في مدرسة آداب الأكل. أضع آداب الأكل هنا. أنا اسمي عماد، أنا اسمي عماد. أدرس في قسم السنة الثاني، لاحظ معي، السنة الثاني. تعلمت في مدرسة آداب الأكل. ما هي آداب الأكل؟ أول آداب، سوف أغسل يدي قبل الأكل، قبل الأكل، قبل ما تأكل تغسل يديك. أقول بسم الله، أقول بسم الله. ثالثا، آكل بيميني، آكل بيميني. رابعا، آكل مما يليني. راح نذكر فقط ثلاثة. آكل مما، لا أكل بسرعة، ولا أتكلم أثناء الأكل، ولا أتكلم أثناء الأكل. عندنا مجموعة آداب لازم نحفظهم ونطبقهم في حياتنا اليومية.